في صخب وضجيج أروقة باب العمود مروراً بأسواق القدس القديمة، حيث يتجمع ناس من مختلف الأجناس لكنهم لا يلتقون ولا يتكلمون. مشاهد مألوفة في هذه البقعة الأرضية التي تعيش صراعات يومية غالباً ما تنتهي بالاستسلام أو عدم الثقة، لكن إلى متى؟ على بعد أمتار من طريق درب الآلام في قاعة بيت الضيافة النمساوي، يجتمع مجموعة من العرب المسلمين والمسيحيين واليهود في لقاء نظمته جمعية الحوار بين الأديان، التي تهدف إلى تعزيز التعايش بين الأفراد والمجتمعات في الشرق الأوسط من خلال الحوار بين الديانات. مشروع عملي لا يستند على التعمق في أسس لاهوتية، لا بل على لقاءات ودية وتبادل خبرات الحياة اليومية من مختلف شرائح المجتمع. يقول رئيس جمعية الحوار بين الأديان يهودا ستولوف أن مفتاح حبة السلام هو بناء علاقات ودية بين مختلف المجموعات، ولكن يجب أن نتعلم فن التفاعل والتواصل بين بعضنا، مما يتطلب التقرب منهم ومساعدتهم على إجراء الحوار والمحادثة لفهم ومعرفة بعضنا البعض. لذلك نعتقد أن أسلوب الحوار بين الأديان هي أداة قوية، لأنها تشجع الناس على الحديث عن وجهة نظرهم بطريقة عميقة، وتنقلهم إلى فهم البعد الوجودي الديني وما يتعلق به من قضايا مهمة. تأسست الجمعية عام 2001، عددهم اليوم 8000. تعمل 20 مجموعة على الحوار بشكل مثابر، وتمتد من شمال الجليل إلى إيلات. صلاح الدين من الناصرة عضو في جمعية الحوار بين الأديان، يعرف عن نفسه قائلاً: أنا من سكان الناصرة، والناصرة مدينة مختلطة من المسيحيين والمسلمين، لذا لدي أصدقاء مسيحيين من فترة الدراسة، ولكن لم أكن أتواصل مع اليهود بشكل مباشر أو على المستوى الشخصي، وشكراً لهذه الجمعية التي أعطتني هذه الفرصة. وعملنا مبنياً على الثقة والمعرفة المتبادلة على الصعيد الشخصي، مما يؤدي إلى تسهيل التواصل والتقارب، وأيضاً إلى بناء علاقة صداقة متينة. أحياناً نقوم بفعاليات مع الجماعة اليهودية. تعطي هذه اللقاءات مجالاً للمقارنة البناءة، مع الأخذ بعين الاعتبار الهوية الدينية والثقافية. هنا التوجه ليس لأشخاص لا يهمهم الأمر، بل لأشخاص يتحاورون في دائرة يشاركون بخبراتهم، أفكارهم ومشاعرهم اتجاه التقاليد الدينية. اليوم نتكلم عن الصلاة، الخطيئة والغفران. يرافق الرابي هنري نوخ هذه الجلسة. أشار هنري نوخ أن كل لقاء يديره إما يهودي أو مسيحي أو مسلم، ثم ننقسم إلى مجموعات لدراسة النصوص الليتورجية ونصوص الصلاة. بعد فترة صمت وتأمل لأربعين دقيقة، نصلي ونختتم بدعاء رافعين الأيادي للصلاة يدا بيد. تنظم الجمعية رياضات روحية ليومين، وهي مناسبات ثمينة للقاء والتعايش المشترك.